السلام عليكم. تبدو معركة الساحل الغربي هي الحاضر الأبرز في المشهد العسكري في بلادنا على صعيد الرأي العام المتابع باهتمام ما يدور في تلك المعركة التي تحمل في مضامينها متغيرات كثيرة. المخا الهدف الاستراتيجي للمعركة كما تفيد المصادر في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية كمرحلة أولى لتحرير الساحل الغربي وصولا إلى تحرير الحديدة. ذباب أصبحت مساحة العمليات القتالية التي تدور بشكل غير مسبوق، تحضر فيه مقاتلات ومروحيات التحالف العربي في قلب المعركة وتكثف من غاراتها على مواقع مسلحي ميليشيا الانقلاب. بينما امتدت المعارك إلى وسط مديرية ذباب وبعض المواقع والسلسلة المحيطة بالطريق الساحلي. يقول مراقبون عسكريون إن الساحل الغربي يشهد معارك هي الأشرس في عام 2017 وأن الأيام القادمة ستشهد تحولات في طبيعة المعركة الدائرة منذ أيام. تطرأ التساؤلات عن أهمية معركة الساحل الغربي في هذا التوقيت تحديدا وبالتوازي مع المعارك الدائرة في ريف تعز المحاذية للساحل الغربي ذاته. وهل تغير معركة الساحل الغربي من المعادلة العسكرية على طريق التحرير الشامل والواسع واستعادة الدولة؟ وماذا عن مسرح العمليات القتالية وجاهزية الجيش والمقاومة لمعركة التحرير الشاملة؟ مشاهدينا الكرام، حول هذه الأسئلة ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، نحاول أن نجيب عليها مع ضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ ياسين. أسعد الله مساءك أستاذ آسيا ومشاهدي قناة بلقيس. أهلا بك أستاذ ياسين معنا. نتحدث عن تطورات معركة الرمح الذهبي كما أطلق عليها، ولكن بعد أن نشاهد هذا التقرير. يبدو أن بوصلة معركة التحرير في الساحل الغربي تشهد تطورا لافتا بعد إعلان الجيش الوطني تحرير معسكر العمري، أحد الأبواب العسكرية المهمة وأبرز خطوط الإمداد في الساحل الغربي بمديرية ذباب. قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبإسناد بري وبحري وجوي من قوات التحالف تمكنت من استعادة المعسكر وتحرير جبال عدة شرق ذباب وتبت النمر غرب المحافظة بحسب تصريحات الجيش الوطني. المعركة التي أطلق عليها اسم الرمح الذهبي تدور على امتداد الشريط الساحلي الغربي من مضيق باب المندب إلى ذباب، فيما يمتد مسرحها الاستراتيجي إلى المخا. وتبدو المعركة على أشدها خصوصا في الجزء الأول من ميدان المعركة ذي المرتفعات الجبلية المطلة على معسكر العمري ومديرية الوازعية، ويمتاز مسرح العمليات القادمة بسهول مكشوفة على امتداد الشريط الساحلي. الأيام المقبلة كما يقول قادة عسكريون من قلب المعركة ستفصح عن تحولات مهمة في طبيعة المعركة، مؤكدين أن عملية الرمح الذهبي لها ما بعدها من تحولات في إدارة المعركة العسكرية، إذ يعدها الكثير أنها الحرب التي طال انتظارها كونها تستهدف أهم مراكز تمويل وتهريب السلاح للميليشيا. تشير الحسابات العسكرية إلى أنه وفي حال انتزاع السواحل والممرات المائية الحيوية من قبضة الميليشيا وحرمانها من السلاح المهرب سيضيق الخناق على الميليشيا، وتقطع طرق الإمداد الرابطة بين الحديدة وتعز في حال تحرير المخا والمناطق القريبة منه. تحرير الساحل الغربي يمضي محفوفا بآمال وأسئلة كثيرة، إذ يفترض أن يكون مفتاح تحرير محافظة تعز أو هكذا يأمل الكثيرون، وأن لا تتوقف قوات الجيش الوطني هذه المرة على خطوط التماس كما حدث في معركة تحرير عدن وصولا إلى منطقة كرش وترك تعز فريسة للميليشيا للمرة الثانية. أسئلة ستجيب عنها الساعات وربما الأيام القليلة المقبلة. إذا مشاهدينا الكرام، أرحب مرة أخرى بضيفي الأستاذ ياسين التميمي. أستاذ ياسين، لو بدأنا بالحديث عن معركة أو طبيعة معركة الساحل الغربي والتي أصبحت محط اهتمام المتابعين، ما هي أهميتها برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. معركة الساحل الغربي هي معركة مؤجلة وربما يعني نفذت بشكل مجزأ. هي ليست المرة الأولى التي تتحرك فيها قوات الحكومة باتجاه باب المندب، والهدف في نهاية المطاف هو تحرير مضيق باب المندب، هذا المضيق الاستراتيجي الذي يرتبط بشكل أساسي بجوهر القضية اليمنية والمشكلة اليمنية والأزمة اليمنية بإعادتها الإقليمية والدولية. يعني عندما تحركت القوات الحكومية بإسناد كبير من قوات التحالف واستعادت جزيرة ميون، كان هذه هي المرحلة الأولى من مرحلة تحرير باب المندب، بل أن الجيش وصل إلى معسكر العمري وظل الطرفان يعني قوات الحكومة وقوات المتمردين ما بين كر ونفر، واستطاعت قوات المتمردين أن تستعيد معسكر العمري من جديد وتمارس هيمنة
هو نفوذ عسكري وأمني على منطقة باب البندم، بمعنى أنه لم يكن بوسع الحكومة أن تدعي بأنها تفرض سيطرتها المطلقة على مضيق باب البندم. كان هناك نوع من التأثير والضغط الأمني الذي يشكله الإنقلابيين. نعم، نوضح أكثر أستاذ ياسين يعني للسادة المشاهدين الشباب لو سمحتم، نستعرض الخريطة. نعم، هذا معسكر العمري. طبعا الجزء غير المرئي هو منطقة باب المندب، يعني مضيق باب المندب. يعني نعم، تكملة الخريطة. نعم، القوات الحكومية اتجهت باتجاه معسكر العمري وقد أسقطته الآن واستعادته. الآن تبدو طريق مفتوحة أمامها على خط الساحلي لكي تصل إلى المخا. نعم، ممكن يا شباب الخريطة الأخرى الكلوز المقربة. نعم، نعم. هذا هي ذباب، هذه مديرية ذباب طبعا، التي تشمل التي يعتبر الجديد والعمري جزءا منها، ومضيق باب المندب ايضا جزءا من مديرية ذباب. الان القوات الحكومية تجاوزت مضيق باب المندب ووصلت الى ذلك الجبر الذي يوجد فيه معسكر العمري. نعم، استعادت هذا المعسكر. الان بامكانها ان تتحرك على خط الساحلي باتجاه المخا، لكن عليها ان تتعامل عسكريا ايضا مع تواجد عسكري للانقلابيين في السلسلة الجبلية الموازية لهذا الساحل. نعم، من الناحية الشرقية. وهذا عندما تحرك التحالف باتجاه الشمال مستهدفا الخط الساحلي وجزيرة ميون، الإنقلابيون عملوا حركة التفافية ودخلوا عبر الوازعية وصولا إلى المضاربة، فاحتلوا كثير من السلاسل الجبلية التي تشرف عمليا على مضيق باب المندب. نعم، فالآن لا يكفي فقط أن تحرر الساحل والجبال المطلة على الساحل فقط، بل عليك أن تتعامل مع كل التجاوز. يعني قبل أن يتوجهوا للمخا. نعم، أن يتعاملوا مع المعسكرات التي على السلسلة الجبلية. أو بإمكان الجيش أن يتقدم ويأخذ المخا ثم يتجه شرقا إلى مفرق المخا ويعمل عملية التفافية على العناصر التي تنتشر في منطقة الوازعية، يعمل عملية قطع للإمدادات. ومن ثم حصار ما تبقى من العناصر في منطقة الوازعية والمضاربة التابعة الوازعية طبعا جزء من محافظة تعز، المضاربة جزء من محافظة لحج. لكن الإنجاز الذي تحقق اليوم إنجاز كبير جدا بالمعايير العسكرية والاستراتيجية. معركة الساحل الغربي طبعا نحن نفهم أن معركة الساحل الغربي لا تتوقف عند المخا فقط، وإنما ينبغي أن تتصل بالقوات الحكومية المتواجدة في ميدي. هذا هو الساحل الغربي الذي نفهمه، ولا يمكن إلحاق الهزيمة الكاملة بالإنقلابيين إلا باستعادة السيطرة على الساحل الغربي، لأن التأثير الأمني سيظل قائما على خط الملاحة الدولية. لكن أيضا استعادة مضيق باب المندب يعتبر هو الخطوة الأهم، لأنك تتعامل مع أضيق مسار بحري. نعم، في هذه المنطقة، وعندما يكون دائما تحت السيطرة الحكومية. برأيك أستاذ ياسين، ما هي أهمية هذه المعركة تحديدا في هذا التوقيت بالتوازي مع المعارك العسكرية في بقية الجبهات؟ أعتقد أنها تتعلق بأولويات التحالف والسلطة الشرعية أيضا. الأبعادها الدولية والإقليمية هي التي تتحكم إلى حد كبير بمسار هذه المعركة، ولهذا ستظل هذه المعركة منفصلة تماما عن محافظة تعز. ومعظم الإشارات التي تتعلق بهذه المعركة لا تقدم دليلا واضحا وبرهانا قويا على أن الرمح الذهبي جزء من معركة تحرير تعز، لكن نحن نتطلع إلى أن تكون هذه المعركة شاملة لتشمل تحرير تعز. لا يمكن أبدا أن تفرض سيطرة على منطقة استراتيجية كمضيق باب المندب وظهرك مكشوف، لأن محافظة تعزية هي التي تشرف عمليا على مضيق باب المندب، وبالتالي إذا بقت خطوط الإمدادات من الحديدة باتجاه مضيق باب المندب فالإنقلابيين سيكون بوسعهم الحصول على إمدادات واستعادة والقيام بعمليات كر وفر واستمرار المواجهات العسكرية والاستنزاف العسكري لهذا. نعم، لكن هناك معارك أستاذ ياسين في ريف تعز، يعني معارك دائرة في ريف تعز المحاذية للساحل الغربي ذاته في الوازعية، هل يعني نجد أنها تتكامل مع هذا الساحل الغربي؟ هناك معارك في الوازعية، والوازعية هي أقرب المناطق إلى مضيق باب المندب وإلى هذه المنطقة الاستراتيجية بشكل خاص. لكن أيضا في تقدم عسكري للجيش الوطني والمقاومة في مقبنة، ومقبنة لا تبعد كثيرا أيضا على منطقة الوازعية. ومقبنة هي المنطقة التي يمر فيها خط الطريق الرئيسي الذي يربط ما بين مدينة الحديدة ومدينة تعز، وكون أن يحدث تقدم عسكري في تلك المنطقة فأعتقد أن هذا يساهم في تضييق الخناق على الإنقلابيين وقطع
إمداداتهم. وأنا أتصور أن هذه العملية لو استمرت ووصل الجيش إلى المخاء ثم اتجه يمينا باتجاه الشرق وصولا إلى مفرق المخاء واتجه باتجاه تعز، أعتقد أنه سيعمل عملية يعني أشبه ب سيضع التواجد الميليشياوي في محافظة تعز وفي ريف تعز ما بين فكي كماشة، وسيكون من السهولة التعامل مع العناصر المسلحة المنتشرة في تعز وقطع جزء كبير من إمداداتها ويعني جعل وجودها في تعز مكلفا للغاية. ولهذا معركة الساحل الغربي من الناحية الاستراتيجية هي تهدف إلى تأمين خط الملاحة لكي تعزز ادعاءات التحالف العربي بأنه فعلا استطاع تأمين خط الملاحة الدولية، لكن هذه المعركة ستكون مهمة للغاية إذا اتسعت وشملت اتسعت أهدافها لتشمل تحرير محافظة تعز. أستاذ ياسين ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ حسام ردمان وهو صحفي من ذباب. مساء الخير أستاذ حسام. مساء النور. لو بدأنا بالحديث معك أستاذ حسام عما يدور في ميدان المعركة هناك. اليوم تمت محاولة حقيقية لتحقيق استراتيجية منطقة ذباب تحديدا في السلسلة الجبلية التي تثبت هذه المنطقة. قوات التحالف وقوات الجيش الوطني تحشد من جهتها على تخوم هذه المدينة، كانت قد استطاعت اختراقها في خلال الأيام السابقة والدخول يوم أمس الأول إلى عمق هذه المدينة، ولكن استطاعت جماعة الحوثي أن تباغتهم من خلال السلسلة الجبلية التي استطاعت من خلالها أن تمارس نمطا جديدا من الحرب غير النظامية والحرب العصابية، وهذا أسفر عن سقوط الكثير من القتلى، منهم شخصيات نوعية عسكرية مثل العقيد سعد الصبيحي. اليوم حصل هناك تغيير تكتيكي أو في أداء القوات الحكومية، غيرت نمط أدائها من الأداء النظامي إلى الأداء العصابي. هي تخوض حرب عصابات شرسة جدا على السلسلة الجبلية المتاكمة لمنطقة ذباب، واستطاعت أن تحقق تقدما واسعا في تلك المنطقة. أنا غادرت هذه المنطقة يعني في عصر اليوم، كانت القوات الحكومية على مقربة من معسكر العمري، هي إلى حين أن غادرناه كانت قد تخوض اشتباكات على مقربة من هذا المعسكر لكنها لم تسيطر عليه. هناك الآن أنباء تتحدث عن السيطرة علينا، نستطيع أن نؤكدها، ولكن عموما تبدو الأخطاء منطقية لا سيما إذا ما قارناها مع طبيعة الدم الذي وصل إلى تلك المنطقة أو مع المواية التي استطعنا أن نلمسها بشكل عملاني على أرض الميدان من خلال عملية اختراق حقيقية. الأهمية الاستراتيجية لما يحدث اليوم في ذباب هو أن هذه السلسلة الجبلية قد تمثل آخر عائق جغرافي وأيضا عسكري أمام القوات الحكومية لاستكمال مساعيها في التقدم على الساحل الغربي، خصوصا وأن المناطق ما بعد ذباب تقريبا وصولا إلى المخاوف ثم الحديدة هي مناطق منبسطة ولا تعاني من أي وعورة، بالتالي فإن الوعورة الوحيدة التي تخدم نمط القتال الحوثي هي متواجدة في هذه السلسلة الجبلية التي اليوم تقوم معارك ضارية، لهذا تمثل هذه المعارك أهمية استراتيجية. إلى حين ما كنا هناك وجدنا تدخل من طائرات الاباتشي، لم نجد وجودا للبارجات العسكريه، البعض يعزو الى ان هذه المعركه ليست واسعه مثل الذي قد تحدث في المخاء او في الحديده، ولكن عموما تم تحشيد بشري مهول من خلال ما نسميه الجيش الوطني. هناك ثلاث جهات رئيسيه تضخ بقواها البشريه الى هذه الجبهه، المقاومه الجنوبيه منها والكتله السلفيه منها وايضا قوات ما بالحزام الامني. هذا التالوف الان هو من يخوض المعارك في هذه الجبهه الغربيه مدعوما طبعا بقوات التحالف، وهو يعني بدرجه رئيسيه دوله الامارات التي انها الاكثر اهتماما بانجاز هذا الاستحقاق. نعم حسام، ما طبيعه الاختراقات التي يحققها الجيش في قلب المعركه واهميتها في اطار المعركه الكليه؟ انا سالت لحضرتك انه هذه المناطق هي تقريبا اخر عقبه كؤوس، سواء كانت من المنظار الجغرافي او من المنظار العسكري، خصوصا ان المناطق التي تليها هي مناطق منبسطه جغرافيا ولا تعاني من وعوره، بالتالي قد يكون الطريق سهلا امام التحالف وامام الشرعيه كي تنجز وعودها التي ظلت تقطعها خلال الفتره المنصرمه. من خلال كميه وطبيعه القوه الموجوده الان في ذباب نستطيع ان نتلمس
صدقية التصريح الذي ألقاه العسيري قبل يومين حول هذه العملية وهي ما اسمها بالسهم الذهبي الرمح الذهبي عفوا تتوقف تحرير منطقة زباب. قد يبدو هذا التصريح حقيقيا إذا ما قارناه مع طبيعة هذه القوى الموجودة، خصوصا وأننا لم نشاهد بشكل مباشر كثير من البارجات تتدخل مثل ما حدث في مرات سابقة باحتكاكات الموظف باب المندب، ولكن عموما هناك تقدم حقيقي، هناك يبدو إرادة حقيقية. أنا شخصيا من تواجدي هناك لتحقيق اختراق التمقف لكي، خصوصا الأمر يصب على معسكر العملية يمثل أهمية استراتيجية كبيرة هو السلاسل الجبلية التي يقع في إطارها. نعم، المخا أستاذ حسام يعني كهدف معركة أو مرحلة للمعركة، هل يتم بتحرير معسكر العمري والجديد وكهبوب سيكون الطريق سالك إلى المخا، أم كما حدثنا الأستاذ ياسين أن هناك في الجهة الشرقية على الحكومة أو الجيش الوطني مع تحالف أن يتنبهوا لسلسلة الجبال الموجودة هناك والتي سيطر عليها الانقلابيون؟ عفوا بس لو ممكن تعيد السؤال، اي جهه شرقيه تحديدا؟ نعم، هل تعد المخا هي هدف لمعركه التحرير وخاصه بعد تحرير يعني معسكر العمري؟ هل يعني اذا حرر الجديد ايضا وكهبوب سيكون الطريق سالك نحو المخا، ام على الجيش الوطني والتحالف التنبه لسلسله الجبال التي الواقعه على الجهه الشرقيه كما حدثنا ضيفنا هنا الاستاذ ياسين بان هناك حدث التفاف من قبل انقلابيين وسيطروا على هذه الجبال وهي يعني سلسلة مهمة كما يرى؟ هو الـ الـ يعني هذا الكلام أنا أوضحته في معرض نعم. على السؤالين السابقين، وهو أن ثمة سلسلة جبلية استطاع من خلالها الحوثيين أن يجروا قوات الجيش المتواجدة هناك والذي تتخذ أسلوبا نظاميا يجروها إلى حرب العصابات الذي يدخلوها ويتفوقون من خلالها. نعم. بالتالي فإن الأهمية أو العقبة الكؤود الآن الذي تحول أمام تحقيق تقدم واسع او كبير للشرعيه على السواحل الغربيه هو وجود هذه السلسله الجبليه التي تشابه الى حد كبير في طبيعتها الجغرافيه، طبيعه الجبال التي تنحدر منها هذه الجماعات، بالتالي فان القدره على تجاوز هذه الجماعات والقيام بخطوه التفافيه استباقيه من قبل القوات الحكوميه يعني بان ثمه جديه حقيقيه لتامين ظهر الجيش الوطني كي يستطيع ان يحقق تقدم مستقبلي على مستوى الخط الاسفلتي الموجود على الساحل الغربي دون ان يتعرض لاي طعن في ظهره مثل ما حدث قبل يومين. ولكن عموما هذه المعركه التي تخوض اليوم غرب اليمن تقريبا هي المعركه الوحيده الاستراتيجيه بصراحه شديده، فان المعارك التي تخاض في صفاح في نهم في صدى أو حتى في مناطق معينة في تعز هي مجرد مضيعة للوقت ومعارك وطر، هذه المعركة هي المعركة الاستراتيجية التي في حقها كان هناك توافر دعم يليق بمستوى إنجاز هذا الاستحقاق وكذلك وجود نية إلى الذهاب أبعد من دبي، فإننا قد نجد تحولا أو رسما لقواعد اشتباك جديدة. ما لم فإننا سنجد ثمة استراقة محدودة على مستوى دبي ومن ثم ترسيم الخطوط العسكرية والسياسية على هذا النحو. نعم، إذن حسام ردمان الصحفي شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من ذباب. عودة إليك أستاذ ياسين. أستاذ حسام طرح يعني نفس فكرة السلسلة الجبلية ويعني ربما أضاف معلومة أن فعلا هي نفس سلسلة الجبال التي أتى منها هؤلاء الانقلابيون. يعني موضوع أن تتنبه يعني أن يتنبه الجيش الوطني لهذه النقطة، راهنا حسام بأنه سيوضح مدى جدية التحالف والجيش الوطني في تحرير هذه المنطقة أو أنه سيحدث نفس الإشكالية والالتفاف وطعن الجيش من الخلف كما تفضل حسام، هل توافقه بهذا الرأي؟ أتفق معه تماما، وأنا أعتقد أن التحالف العربي اليوم ومعه الجيش الوطني طبعا، لكن الكلمة العليا هي للتحالف العربي، أنه لا يستطيع أن يضمن أمن واستقرار منطقة باب المندب إذا لم يتم تأمين الظهير الجبلي لهذا المضيق، والظهير الجبلي هو السلسلة الجبلية الممتدة من كهبوب جنوبا إلى
جبل العمري شمالا، وأيضا ما بعد هذه السلسلة الجبلية في مناطق الوازعية وبقية مديرية المضاربة. هذه كانت ساحة معارك منذ أن جاء التحالف بعد تحرير عدن مباشرة. أتى التحالف من عدن باتجاه مضيق باب المندب، فعمل الانقلابيون حركة التفاف وسيطروا على تلك السلسلة الجبلية وعلى الوازعية وعلى المضاربة، وظلوا يستنزفوا قوى الجيش الوطني والمقاومة في هذه المناطق. طبعا لم يكن هناك إسناد حقيقي للمقاومة في هذه المناطق، ظلت تقاتل بالحد الأدنى فيما خط الإمداد المفتوح من الحديدة وصنعاء وصعدة وسالك إلى ليصل إلى المقاتلين المحسوبين على الحوثيين والمخلوع صالح. هذا بالإضافة إلى أن القوات المسلحة المحسوبة على علي عبد الله صالح والمخلوع صالح هي التي كانت تسيطر عسكريا على هذه السلسلة الجبلية، وهي لديها خبرة كاملة في التعامل مع هذه السلسلة الجبلية. لهذا المعركة ستكون يعني ربما تطول لهذه الأسباب، يعني فيما يتعلق بالسيطرة على السلسلة الجبلية وتأمينها. أما فيما يتعلق بالحركة الجيش في الخط الساحلي فهي حركة سهلة، لأن هناك تغطية جوية فعالة سواء من الطيران الحربي أو من المروحيات والطائرات السمتية، وهذه الطائرات تستطيع تأمين تغطية وملاحقة الميليشيات وهزيمتها، وبالتالي تأمين تقدم هذه القوات. لكن الميليشيا والقوات المحسوبة للمخلوع صالح هي تتمركز هناك، ولديها إمدادات تموين كافية، ولديها ذخائر كافية، ومعظم القتلى الذي ذهبوا خلال اليومين الماضيين ذهبوا في عملية قنص لا أقل ولا أكثر، يعني لم تكن مواجهة تقليدية، وقد أشار إليها الأخ حسام وقال أنها حرب عصابات، معنى الجماعة يعني جالسين في أماكن. يعني هناك صعوبة حقيقية تواجه الجيش الوطني والتحالف بهذا الشكل، هي حرب عصابات متفرقون في الجبال، حتى هذه لا توجد مواجهات حقيقية حتى نستطيع أن نحكم. التكاليف المادية والبشرية بسيطة جدا قياسا بحجم المعركة، وبالتالي من السابق لأوانه اليوم الحديث عن صعوبات يواجهها الجيش الوطني، لكن أنا أتحدث عن معطيات يجب التعامل معها خلال المرحلة المقبلة، ولهذا ستظل المعركة شاملة، يعني لا يكفي أن تتقدم على الخط في الخط الساحلي، وإنما يجب أن تتعامل بكفاءة عالية مع الميليشيات المنتشرة في السلسلة الجبلية، وهي يعني متخندقة في أماكن حصينة، وعليك أن تتعامل معها بطريقة كفاءة. أعتقد أن الطائرات الأباتشي تستطيع التعامل معهم بشكل سهل جدا، والتقدم الذي يتحقق اليوم واستعادة معسكر العمري يعتبر إنجاز كبير، ودليل على أن الانقلابيين في وضعية عسكرية مهترئة على الرغم من محاولتهم المستميتة للبقاء في تلك المناطق. ما الذي جد أستاذ ياسين حتى تعاد المعارك بهذه الشراسة برأيك؟ المسألة هي مرتبطة بأحداث أكتوبر الماضي، عندما تعرضت سفينة إمداد إماراتية لعملية ناجحة، يعني استهدفت بصواريخ أرض بحر أطلقت من السواحل اليمنية على السفينة الإماراتية في منطقة قريبة من المنطقة التي تدور فيها معارك هذه الأيام، وأيضا تلتها عمليات استفزاز استهدفت سفينة أو مدمرة أمريكية لمرتين متتاليتين. المدمرة الأمريكية يعني أنا شخصيا أشكك في صحة المعلومات حولها، يعني هناك إعلان يعني عن تعرض مدمرة أمريكية، وهناك تعامل أمريكي مع مصادر النيران بعد هذا. لماذا أنا أقول دائما أن هذه العملية تحديدا مشكوك في صحتها؟ لأنه بعد هذه العملية يأتي وزير الخارجية الأمريكي الذي ستنتهي ولايته في 20 يناير ليمنح الحوثيين مكافأة سياسية. لو كان فعلا الحوثيون والمخلوع صالح استهدفوا هذه السفينة ونفذوا عمليات عدائية ضد هذه السفينة، فكان ربما توفر رد فعل عنيف من جانب الولايات المتحدة، وما كانت لتمنحهم مكافأة سياسية، بل كانت ستتخذ معهم إجراءات قاسية. لكن أنا أعتقد أن العامل الأساسي اليوم يعني هو استهداف السفينة الإماراتية، كان محرج جدا للإمارات التي قادت عملية تحرير باب المندب قبل في صيف العام 2015، ثم
يأتي هذا الحادث ليقلل كثيرا من مصداقية التحالف ومدى كفاءته في السيطرة على هذه المنطقة. ولهذا نعتقد أنه هذا قلت أنا منذ البداية بأنه الهدف الاستراتيجي هو استعادة السيطرة الأمنية الكاملة على هذه المنطقة لدعم ادعاءات التحالف العربي بأن وجوده في اليمن له مردود استراتيجي وأمني على الملاحة الدولية. نعم، إذا أستاذ ياسين أنت والسادة المشاهدين اسمحوا لنا بالذهاب لهذا الفصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ ياسين. أستاذ ياسين، هل يمكننا أن نقول أن معركة الساحل قد تغير من المعادلة العسكرية الموجودة على طريق التحرير الشاملة والواسعة وسعادة الدولة؟ هذا الأمر يتوقف على نوايا التحالف العربي وعلى نوايا دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر المؤثر الأبرز في معركة الساحل الغربي. بطبيعة الحال المراقب يمكن أن ينظر إلى العمليات العسكرية التي تدور اليوم. هناك عملية عسكرية مدعومة من المملكة العربية السعودية وتدور في صعدة وتضيق الخناق على الانقلابيين الحوثيين على وجه التحديد في معقلهم الأساس صعدة، وهناك تقدم كبير باتجاه مدينة صنعاء العاصمة عبر مديرية نهم، وهناك يعني اجتثاث للانقلابيين من خط إمداد رئيسي يربط القوى الانقلابية الموجودة في البيضاء مع البحر العربي مرورا بشبوة، وهذا الخط نشط جدا ويسهم في إيصال المشتقات النفطية والذخائر والمعدات الحربية المهربة. اليوم ينحسر وجودهم في عسيلان وفي بيحان، وكل إذا تم ربط هذه المعارك كلها المعنى النهائي هو أن الإنقلابيين يواجهون يعني عملية عسكرية شاملة لتهدف في نهاية المطاف إلى هزيمتهم. لكن إلى أي مدى يمكن القول أن هناك ترابط وتماسك بين أهداف في أهداف هذه المعارك؟ أنا أعتقد لا زلت حتى هذه اللحظة بأن التحالف لا زال يتعامل بشكل جزئي مع الإنقلابيين قياساً بعدم بما هو متوفر من إمكانيات ولم يتم استثمارها بشكل جيد. نعم، عند هذه النقطة اسمح لنا أن ينضم معنا اللواء محمد القبيبان الخبير العسكري عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير سيادة اللواء. مساء الخير عليك أستاذ آسيا، مساء الخير على ضيفك الأستاذ ياسين، وأهلا وسهلا فيك. أهلا بك سيادة اللواء. يعني تحدث الأستاذ ياسين عن أن دور التحالف ما زال جزئي مع الإنقلابيين مقارنة بمدى الإمكانيات التي لديها. برأيك يعني ما مدى إسناد التحالف العربي لمعركة التحرير في الساحل الغربي بالذات؟ بس عشان أفهم السؤال، سألتي النقطة الأولى تتكلمين على أنه دور التحالف جزئي في العمليات العسكريه الغربيه، والنقطه الثانيه لو سمحتي ممكن تعيدينها؟ عفوا لان الصوت ضعيف. نعم، يعني اود منك ان تحدثني انت عن مدى دور التحالف العربي في هذه المعركه. كانت النقطه الاولى هي فكره الاستاذ ياسين انه يرى ان دور التحالف الاهداف جزئيه يعني بالنسبه للتعامل التحالف مع الانقلابيين مقارنه بما لديها من امكانات. لا، أنا يمكن ما أوافق رأي الأستاذ ياسين في أنه التحالف جزئي. نعم، إحنا نتكلم الآن على عملية عسكرية واسعة، عملية عسكرية يعني في كافة المديريات والمحافظات على مسرح الحرب. نعم، الذي حصل في الأيام القليلة الماضية بعد تحرير ميناء ذباب هو امتداد لهذه العمليات العسكرية. يعني احنا تكلمنا في بداية الحرب استاذ آسيا على أهمية تحرير الموانئ قبل الذهاب والشروع في الانتقال إلى العمل البري، ولكن نظرا لصعوبة الوضع ونظرا لاختطاف الانقلابيين والمخلوع للقوة العسكرية بما فيها الذخيرة، بما فيها الصواريخ البالستية، بما فيها الصواريخ بعيدة المدى، كان هذا الوضع يشكل تهديد. لذا يعني نتكلم يعني بعد مرور تقريبا سنتين، ما هو دور التحالف؟ دور التحالف لم تفكر قوات التحالف بأن يكون هنالك تسرع في عملية عسكرية دولة تم اختطافها بالكامل.
نعم. لذلك يجب الحرص في هذا الموضوع، وإلا يعني لا يصبح أو لا يعيد التاريخ نفسه، ما حدث للقوات المصرية في اليمن، ما حدث للأمريكان في أفغانستان وفي الصومال، ما حدث للأمريكان في العراق. الأمور هذه يجب أن تتطلب التروي والتأكد. نحن نتكلم على عمليات عسكرية ممنهجة سيدة آسيا، لا تستطيع أن تقوم بعملية عسكرية وتزج بقوات عسكرية دون التأكد من المنطقة 100%، حتى لا يكون هنالك ضحايا. يعني بعد مرور سنتين تقريبا وتم تدريب الجيش الوطني الآن بهذا الشكل الاحترافي اللي سعادة الأخ ياسين الأستاذ ياسين تكلم عنه، وأيضا كذلك ضيفك الصحفي الأخ ردمان تحدث عن هذه العملية العسكرية، لا يوجد لدينا استعداد أو تحمل بأننا نخسر جندي آخر. فأرجع لنقطة حضرتك، دور التحالف، دور التحالف دعم وتدريب وتجهيز ويعني كامل. اللهم لا يوجد هنالك قوة عسكرية برية من قوة التحالف سوى التدريب فقط، وتقريبا يعني كان وجدنا الأخوات السودانيين يقومون بعمليات تدريب أمنية. نعم سيدة اللواء، دعني فقط يعني أشرك معنا الأستاذ ياسين ليوضح فكرته ربما أكثر. تفضل أستاذ ياسين، يعني تعليقك على حديث اللواء. أنا أتفق مع ما قاله سيادة اللواء، لكن أنا كان ملاحظتي هو أن في أحيانا معركة ربما تكون بأهداف شاملة. نعم. تعز مثال على ذلك، الحديث فقط عن منطقة باب المندب في معزل عن تعز في الوقت الذي تتوفر فيه تعز تحديدا إمكانيات بشرية وتحتاج فقط إلى دعم يعني تسليحي، لا أمكن استعادة تعز بسهولة، وهذا يعطي زخم للمعركة في شكلها النهائي. أنا أتفهم ما قاله فيما يتعلق أنه لا يمكن للتحالف أن يزق بجنوده في معركة شاملة بدون التحسب لكل المعطيات، بما فيها أنه فعلا التحالف والجيش الوطني لا يواجه عصابة، وأن يواجه جيش دولة استأثر بكل إمكانية الدولة من الأسلحة والذخائر، هذا صحيح. لكن أيضا أثبتت المعارك في تعز أنه إذا ما توفر فقط الدعم التسليحي الكافي للمقاومة وللجيش الموجود في تعز، كان تعز اليوم أصبحت محررة بالكامل، وبالتالي هذا يخفف ويساعد التحالف العربي في إنجاز مهمته بأقل الخسائر. لهذا التعامل بشكل بحذر مبالغ فيه في منطقة ربما تبدو أكثر أمانا أو تتوفر معطيات كاملة لتجاوز المخاطر، أعتقد أنه هذا يقلل أو يهبط من معنويات المنخرطين في معركة التحرير، وخصوصا من جانب المقاومة والجيش الوطني. نعم استمعت للحديث سيادة اللواء. نعم استمعت، فهمت لحضرتك نقطة الدكتور ياسين. الدعم الكافي، نقطة الدعم الكافي، أنا أتفق مع الدعم الكافي، وهنالك تبريرات كثيرة سمعناها سواء من القادة الميدانيين أو حتى من المحافظ أو حتى من عدد من المشاركين في العمليات العسكرية. نعم. أتفق بأن هنالك لم يكن دعم كافي في إيش؟ في أنه لم يتم إيصال نظرا للوضع العسكري الصعب، يعني من بداية المعركة وبعد التقارير اتضح أنه في حالة تحرير تعز سوف لن تأخذ العملية العسكرية برمتها سنة كاملة وتعود الشرعية من الألف إلى الياء، ولكن وجود قوة عسكرية في تعز بتعداد ما لا يقل، يعني اختلفت الأقاويل، ناس يقولوا لي 10، ناس يقولوا لي 14 لواء، ناس يقولوا لي 7 ألوية، بمعنى أن هنالك قوة عسكرية ضاربة في تعز، بالإضافة إلى الظروف التضاريس الصعبة، بالإضافة إلى أن هنالك مكون الشعب أو المنطقة في تعز مختلف. هذه من أشياء بسيطة يعني من قراءاتي من بعد بدء العملية. ولكن أنا أرجع لنقطة الحذر التي تكلم عنها سعادة الدكتور ياسين، الحذر مبالغ فيه. هنالك مقولة دائما يعني يجب أن ننتبه لها في العمليات العسكرية عند التقدم أو عند البدء في الصراع، لا يوجد يعني وقت كافي للتراجع إلا بنوعين، إما انسحاب بهزيمة أو انسحاب مدبر. فالحذر هو من أساس العمل العسكري، الحذر
هو القرآن الكريم ده، يعني خذوا حذركم. يعني لابد التعامل مع مين سيدة آسيا؟ نحن نتكلم مع جماعة تأخذ تعليماتها المباشرة من طهران، جماعة انقلابية، ليست عصابة، إنما هي جماعة انقلابية وجماعة ميليشية تعمل بحرب غير نظامية وتريد استمرار الحرب غير النظامية لأنها من أصعب العمليات العسكرية. نعم. نرجع للنقطة الأساسية اللي بدينا فيها، أنا أتكلم على أنه ما حصل بتحرير دباب هذا هو امتداد للعمل العسكري الممنهج. يعني باقينا تقريبا كم نقول 3 موانئ رئيسية، منها الحديدة ومنها الصليف ومنها كذلك بعض أعتقد ميناء آخر لا يحضرني اسمه حاليا، المخا. لا يجب أن نتوجه سيدة آسيا بسرعة من 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 ذباب إلى منطقة المخا حتى ولو كان الطريق آمن. ليش؟ لأننا نتعامل مع جماعة انقلابية. أنا أجزم لك أن هنالك عدد كبير من الماين اللي هي الألغام، أنا أجزم لك أنه بدأ يتموضع في مواقع في الكباب اللي تحدث عنها الأخ الأستاذ الدكتور ياسين في جبال الكهبوب أو في المرتفعات. بدأ يتموضع ليش؟ لاستغلال عمليات القنص. لو نخسر جندي واحد تخيلي ماذا يحدث، فتكون هنالك بلبلة، ماذا يعود تأثيرها على على الـ 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 الإعلام؟ سوف يستغل هذا الشيء. ونحن في 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 سعة من الأمر من أي ناحية، هنالك نقطة ذكرها الدكتور ياسين تتكلم على وأعجبتني بصراحة، إنه الانقلابيين في وضع الآن جد صعب. وأنا أقول لك ليش، ليش المؤشرات اللي تعطينا في جد صعب؟ نحن لا نتحدث لملء الإعلام، لا، نتحدث على إنه قذف الصواريخ بعيدة المدى على المملكة العربية السعودية قل، قذف الصواريخ ما بين محافظات اليمن قل، قذف العمليات العسكرية الانتحارية قل، التصريحات النارية التي كان يقوم بها الانقلابيين مع زعيمهم صالح قل. هنالك ضغط كبير على الانقلابيين، خاصة متى أنا أعزو هذه العملية العسكرية ونجاحها في أمرين رئيسيين، أولهما إداريا وهي عودة الحكومة كاملة وإشراف فخامة الرئيس ونائبه على العمليات العسكرية، تواجدهم، التغييرات العسكرية التي قام بها فخامة الرئيس والتعديل الكامل في القيادات، وأصبح من يعمل يبقى ومن لا يعمل يعود ويراقب حتى يتم النظر في أمره. هذا أمر مهم جدا في العمليات العسكرية. لا ننسى حاجة مهمة سيدتي الفاضلة، نتكلم على جزئية التدريب. يعني الآن انتقل الجيش اليمني من جيش مقاومة إلى جيش نظامي. الشاشة الآن أمامنا ترينا ما وصلنا إليه. الشاشة الآن تتحدث عن العملية ليست كما كانت من قبل، هنالك فوضى وهنالك فقط المقاومة هي التي تقود العملية العسكرية. لذلك أنا أرجع وأقول إنه العمل العسكري لابد أن يكون في نوع من الحذر. أي نعم أتفق أن هنالك لابد من استمرار الدعم، ولكن هذه حال الحرب لا تأتي كما نريد. وفي نقطة يعني أنا صراحة انزعجت لما سمعت الأخ الصحفي اللي من شوي تكلم، على العموم هو تكلم الأخ حسام رضمان، يعني علق على أن المعركة كانت استراتيجية، وأشكر له هذا التعليق، ولكني أنا أرد عليه عند تعليقه بأن العمليات العسكرية الأخرى بأنها مضيعة للوقت. لا يا سيد حسام، هنا اسمح لي، أنا ولا أريد أن ندخل في جدل، العمليات العسكرية الأخرى مكملة. الدماء عندما تذهب فهي لا تذهب سدى. أرجو أن تراجع الموقف مرة أخرى يا أخ حسام، أنت صحفي، ما كان يجب عليك أن تقول أن العمليات الأخرى العسكرية مضيعة للوقت. قطة دم من الدم اليمني إنما هي غالية على الجميع، شبر واحد من الأرض اليمنية غالية على الجميع، سواء في المملكة العربية السعودية، سواء في دول التحالف، حتى على الإقليم بأكمله. فكان هذا يعني عتبي على الأخ حسام بأنه يقول إنها مضيعة للوقت، وهذا بس كان تعليق على يعني جانب الحديث. وأشكر لك أختي. شكرا جزيلا لك اللواء محمد القبيبال الخبير العسكري، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ ياسين. أستاذ ياسين، يعني
تحدث سيادة اللواء محمد عن كثير من النقاط وعن مدى الحذر ربما الذي يعني يكتنف قوات التحالف في مسألة السرعة في التحرير، علق على كثير من النقاط التي طرحتها أنت وهي السلسلة الجبلية ومدى استجابة، يعني كيف أن هناك ضغط واضح على الانقلابيين، كيف يمكن أن يستثمر هذا الضغط وهذا يعني وطرح أكثر من نقطة أن تصريحاتهم قلت، أن أحاديثهم الإعلامية أيضا اختفت، كثير من النقاط التي كانوا يتحدثون عنها لم تعد موجودة، كيف يمكن استثمار هذه النقاط؟ بالتأكيد الاستثمار هنا كيف تستفيد من ضعف خصمك وعدوك في المعركة، وهذا الاستفادة الأولى طبعا تبدأ من يعني زيادة هذا الضغط وإضعاف الخصم والضغط على مكامن الضعف هذه إلى أن تحقق أهدافك العسكرية. أنا أقول أنه هو تحدث بشكل ممتاز جدا حول مسألة الحذر، كان الانقلابيون يتطلعون إلى معركة استنزاف في اليمن ضد قوات التحالف، لكن التحالف استخدم استراتيجية رائعة جدا، يعني لا غبار على استراتيجية التحالف، المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص والإمارات كذلك، يعني عندما شرعت في تدريب جيش وطني من الصفر وتزويده بالمعدات العسكرية، لكن لهذا علي عبد الله صالح عندما كان في البداية يقول تعالوا إلى الأرض سنرحب بكم أجمل ترحيب، وبعدين في لقائه الأخير مع بني حشيش يقول السعودية ذكية لأنها لم تمكنه من تحقيق أهدافه، فوجد مقاتلين أشرس من مقاتليه وأكثر كفاءة ولديهم تسليح جيد، وهذه نقطة لا يمكن إنكارها ولا يمكن التغافل عنها، لكن أيضا في ثغرات ما يجب أن تتم، يعني مثلا في مرحلة ما الجيش الوطني هذا الذي خضع للتدريب يجد صعوبة في الحصول أحيانا على ذخيرة، مرت فترات لم يكن لديه مرتبات، المقاومة كذلك في مناطق يمكن فيها الحسم حتى مع وجود الحذر، لكن في كمحافظة تعز على سبيل المثال يمكن تنشيط جبهة البيضاء، لماذا تستمر البيضاء ولماذا تتاح الفرصة للانقلابيين للاستمرار على البيضاء، وهذه والسيطرة على البيضاء معناته يضمن بقاء الضغط العسكري على محافظة أبيان، في نفس الوقت يحصلوا على المزيد من الإمدادات التي تعينهم على إطالة أمد المعركة، يعني هناك قرارات يجب أن تحسم بشكل سريع. أنا أعتقد أنه جزء من الحذر الذي يمارسه التحالف ليس فقط بدوافع عسكرية أو استراتيجية، وإنما أيضا له أبعاد سياسية، له علاقة بتصفية الحسابات مع الأطراف السياسية المنخرطة في العملية السياسية والعسكرية أيضا بما فيها الأطراف المحسوبة على التحالف، ولهذا الحذر أيضا طيب سياسي يعني حتى في من بقية الوقت السادس يعني هناك دخول قوات من الجنوب من الشمال أيضا، هل هذه المسألة تعد رسالة لوحدة الجغرافيا اليمنية في معركة التحرير والانقلاب؟ هناك توظيف، كل وظف بطريقته، القوات التي دخلت من صعدة هي قوات معظمها سبق وأن حاربت ولها ثأر مع الحوثيين ولها خبرة قتالية في منطقة صعدة، يعني المسألة ليست عشوائية. في نفس الوقت القوة التي تقاتل هنا منضبطة عقائديا، السعودية تستطيع أن تضبطها، تستطيع أن توقفها في أي لحظة. القوات الجنوبية التي أتت من جهة عدن هي قوات أيضا مؤدلجة أو مشحونة سياسيا تجاه أطراف محددة ومسكونة بوهم التفرد بتحرير مناطق في الشمال. أنا هنا أعتقد أنه لو كانت المعركة شاملة وليست بأهداف جزئية لكان الذي يشارك اليوم في تحرير منطقة باب المندب قوات من أبناء محافظة تعز حتى يشعر الجميع بالثقة، لأنه الآن في جزء كبير من أبناء تعز يواجهون صعوبة في الوصول إلى المناطق المحررة باعتبارهم شماليين، وأنا أخشى الآن أن يجد صعوبة أبناء تعز صعوبة في الوصول إلى المخافي ما لو تم تحريرها. نعم اتضحت فكرتك أستاذ ياسين، شكرا جزيلا لك. ياسين تميم الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا في هذه الحلقة من مساء اليمني، الشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.